للرب وزانت فيها اهتموا وتاجروا بها حتى تنمو كما صام الآباء واعتصموا فبلغوا أعلى الدرجات. موسى بالصوم قد رأى النور ونجا رب فوق جبل الطور، فأعطاه سفر التوراة المسطور مع لوحي العشر كلمات. نينوى ولما ضلت بإنذار يونا انفزعت، وبالصوم 3 أيام صارت مقبولة من بعد اللعنات. هو ذا إلياس كان نبيا صائما في الحال مصليا حتى رفعه ربه حيا بخيول من نار إلى السماء. طوبى للرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدس فيه. هو ذا الرب مخلصنا صام وصلى ليعرفنا بالصوم والصلاة يا رب عنا. الشيطان اللعين مذلول مهزوم، سايات الرب في نصف الليل كما علمنا في الإنجيل، يأتي ويعطي الخطى الويل ويكافئ السهارة بالأكاليل. فلنرجع يا إخوة ونتوب، فالله عادل مخوف مروم، يقبل الخاطي ويمحو ذنوب ويخلص من كان في ضيقات. لا تنسانا نحن الخطى نصرخ نحوك طالبين نجاة، فبلنا إليك يا ابن الله واصنع معنا رحمة وإحسان. طوبى للرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم
يصوم للنفس سبات، الصوم الصوم يطرد الشهوات، الصوم الصوم يغفر الزلات ويخلص من كان تعبان، الصوم الصوم يمحو الخطية ويزيل الأفكار الشيطانية. لنصم يا إخوة بطهارة ونية، صوما نقيا روحاني، صوموا صوما طاهرا بخشوع كما قد صام الرب يسوع، بقلب زال مع كسرات دموع، لتنالوا قوة وإيمان. قبال الروح مع المساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برو صوفيه. الله المتحنن الرحمن الذي لا يشاه لك الإنسان، كلم يونا قائلا إعلان، امضي إلى نينوى يا إنسان. أما النبي يونا فكان قد مضى إلى ترشيش هربان، من وجه الله القوي الديان، فوجد سفينة يا إخوان. بنم فكر يونا وراح في جوف السفينة انضجع وارتاح، وأما الرب إله الأرواح صلت ريحا جاء بالعين. قبال الروح مع المساكين فن رحمة حل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برو تشاور كل النواتية أن يرمم في السفينة بالكل ليا، والأرياح كانت قوية هجمت عليهم بالعاني. ثم أن الريس نهضى وقام، أيقظ يونا من المنام، قال له قم لي
أيها الإنسان، واطلب من إلهك الغفران حتى يهدي عنا الهيجان، لنصير في راحة واطمئنان. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل حينئذ خاف الملاحون وتشاور جميع الحاضرون أن يلقوا كرعى ويعرفون، فصابت يونان بالعاني، خرجت القرى عليه بأمر الرب الساكن فيه، فجاءوا الرجال وطلبوا إليه: اخبرنا بالأمر اللي كان دوش يونان. حين سمع الكلمات وقال لهم قولا بثبات: أنا هارب من إله السماوات والأرض وكل الأكوان. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه ذنبا فعلت أيها الحضار أمام الخالق الجبار، فقالوا له: وماذا تختار؟ وكيف العمل فيك يا إنسان؟ رد عليهم النبي المختار بقلب حزين مملوء أضرار: خذوا نرموني في الطيار، والبحر يعود لأصل ثاني. صرخوا الجميع ببكاء وأحزان وقالوا: يا رب يا حنان، لا تهلكنا بسبب هذا الإنسان، اغفر لنا يا رب يا رحمن. وبعد الروح مع المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه.
عميم، فأعد له الرب حوتا عظيم، فبلع عيونا وصار هربان، شهدوا جميعا الأرياح العظيمة القوية، هدئت وبقيت مخفية، والأمواج صارت تحتني، صاروا الجميع متحيرين من هذا المنظر يا حاضرين، وقروا بأنهم مؤمنين باسم رب الفوقاني. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدس فيهم. ضاقت نفسه في بطن الحوت وصلى لرب الصباؤوت، وكان صرخت إليك يا من لا يموت، اسمعني يا ربي أنا الغفلان، طلبت إليك من عمق الأبحار، خلصني يا رب يا غفار، من جوف اللوجك ما عاد طيار، لأنك رؤوف لا تنساني، ظاهر لي لأنك قدير، وليس عندك أمر عسير، لأني مترجي أن أصير وأنظر هيكل قدسك ثاني. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدس فيهم. علم الإله دي قد الصديق، وقال للحوت قولا واصيك، فقذف يونان يا إخوة بتحقيق، كما سلام قال الديان، غفر ذنبه وخرج بسلام من بعد مقام 3 أيام وثلاث ليالٍ بالتمام في بطن الحوت يا إخوان، فنادى الله يونان و
فقال امضي إلى نينوى باستعجال وقل لهم نينوى تخرب في الحال مزمع أن يخفسها الدين وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل لما سمعوا قول الخطيبين الذين في نينوايا حاضرين رجعوا بقلوبهم تائبين إليه والتمسوا الغفران ملك نينوى حين سمع الأخبار قام عن كرسيه يا حضار لبس مصحا وشال التراب ونهض حزينا دهشا نادى المنادي بالأصوات إلى كمال ثلاثة أيام كبار وصغار وبقر وأغنام حتى الأطفال الرضعان وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه نادم على الشر الذي كان أران يفعل بأهل نينوى باجتهاد سبحان رؤوف رب العباد شافوك على جنس الإنسان هارب يونان وصار مغموم حين تمت له 40 يوم وقال يا رب أنت رحوم لماذا أرسلتني ثاني هو ظل كلم يونان ثاني مرة وبقي غضبان وقال يا رب موتي كان خير من حياتي الآن وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم
أشرقت بالأحرار، ضربت في رأسه بالعاني، وإن الله سبحانه قدير بحكمته دبر تدبير، خلق غصنا من يقطين كبير، وصار عيونا به فرحان، وعيونا به صار مسرور. النار كل وهو مستور، وإن الله العلي الغيور أرسل دودة فأكلتها من تحتاني. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. ولما أصبح صباح وطلوع الشمس أشرق ولا أمر ريحا من الأرياح، طرح إلى أسفل تحت، وإن الشمس أحرقت يونان ثاني مرة، وبقي غضبان وقال: يا رب موتي كان خير من حياتي الآن. نادى الله يونان وقال: يا يونان ما بالك، حزنت في الحال، على شجرة خلقت بالكمال، وفي ليلة زالت يا إنسان. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. لماذا لا أرحمني ناوى التي فيها 12 ابوة، وموادي أيضا بالكسرة؟ لماذا أهلكها يا إنسان؟ أنت لا تعلم يمينا ولا يسار، لأني إلى رؤوف غفار. أفرح بالخاطئ إذا تاب وصار، بكل قلبه يا إنسان. لا تنسانا نحن الخطأ.
نصرخ نحوك طالبين نجاة. اقبلنا يا من هو في حضن أباه، واصنع معنا إحسان. يا من صلب عنا أجمعين، أعطنا رحمة في يوم الدين، واجعلنا من أهل اليمين في فردوس نعيم أجناني. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برهم قدسه فيهم. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برهم قدسه فيهم. سر عجيب وسر المسيح، خرج إلى البرية تسبيح، فجاء الشيطان بوجه قبيح ليجربه مثل الإنسان. فقال له: إن كنت المسيح والقول عنك هذا صحيح، فكل الحجارة بالتصريح، سيري خبزا يشبع الجوعان. قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب في سفر الديان: ليس بالخبز يحيى الإنسان، بل بكلمات الإيمان. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برهم قدسه فيهم. ثم أخذوا إبليس في الحال، وأوقفوا على جناح هيكل عال، وقال: إن كنت ابن الله المتعال، فاطرح نفسك من هذا المكان. فقال له: مكتوب في التوراة: لا تجرب الرب الإله. فاحتار إبليس في عقله وتغلب على الظلم
به على جبل عال، وأراه الممالك والأموال، وقال له انظر تلك بالأعين. وقال الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقدس كلها في قبضتي وتحت تصرفي وإرادتي، فإن سجدت لي في وجهتي أعطيك الكل بلا نقصان. قال اذهب عني يا شيطان، أنا ابن الله الديان المختص بالسجود والإيمان. فاعتراه الوجل والخذلان، فمضى إبليس عنه بالحسرات، وجاءت الملائكة تخدمه بالمسرات. قلوا فعساكر مع ربوات تخدم الابن الديان. وقال الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقدس فيهم. قد صام الرب بيقين لنتواضع ونصير ثابتين، ونسامح إخواتنا المسيئين، والله يكافئ أهل الإيمان. موسى صام فوق جبل الطور 40 يوما بغير فطور، أعطى رب لوح مستور فيهما العشرات كلمات، وإلياس بالصمح بس ماء السماوات، فلم تمطر 3 سنوات و6 شهور كاملات، وبصلاة هطل في كل مكان. وقال الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقدس فيهم.
ولما صاموا 3 أيام بوقار شملهما العفو والغفران. من صام وهو في ضلال وطلب رحمة فلا ينال، وينقطع منه الرجاء والآمال، ويحرم من نوال الإحسان. من صام ويعمل عصرا لأخيه ويطلب رحمة فلا يعطي، ويكون الشيطان متمكنا فيه ويرمي في أسفل النار. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. من صام وهو غضبان يكون مسالما للشيطان، ويمشي في العالم كالسكران، ويصير بينهم كثعبان. طوبى لمن صام باعتصام، طوبى لمن صام بغير أسام، طوبى لمن صام وادخر ليوم الزحام، لأنه يفوز بنعيم الجنات. من لا يرحم فليس يرحم، ويقطع في أسفل الجحيم ويحطم، لأن إبليس لما تعظم سقط فأدركه الحرمان. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. لا تتشامخ وتتكبر، تقع في الجحيم وتتحصر، لأن إبليس لما تكبر صار مخلدا في النيران. فلنسأل الله رحمن الحاضر في كل مكان أن يثبتنا على الإيمان، ويسكننا نعيم الفردوس. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم،
سلع يبقى ويدوم. طوبى لكل من بالطهارة يصوم ولا ييأس بعد الزلل. بفهمك انصت يا إنسان، خير لك بأن لا تخطئ للديان. وإن أخطأت من فعل الشيطان، ابكي واندم على السيئات. طوب يا إنسان ولو من الآن، واخشى من يوم نصب الميزان. يتركك الإخوة والخلان، ولا يعينك وقت الضيق. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. تأمل في الابن الشاطر كما قال لك ربك القادر. ونص المثل عندك حاضر، اسمع قول رب القوة. جل الإله في إنجيله قال: إنسانا كان له ابنان، جاء الأصغر لأبيه وقال: أعطيني نصيبي في الميراث. حكم بينهم حين قسم المال على أولاد الاثنين بكمال. أخذ الأصغر منهم وجال يبدده بعيش الزلة. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. حين بزر ماله صار فقير، من الصالحات عريان وحقير. فحدث في كراتي جوع كبير، وقلت الفضائل والخيران. خرج وانقطع إلى إنسان من تلك القرى وهو شيطان، والقرى هي الدنيا ببيان، ومرعى الخنازير
هي السيئات. ذلوا وأرسلوا يرعى الخنازير، جعلوا خادم في الخطايا أجير، ومن الأيمن صار فقير، وهو يأكل خرنو بالزلة. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحم سطروا بغنى، والعقل والحرية أعطى حتى يداوم في فعل الصالحات. رد العطايا واسلم نفسه ليد شيطان، خسر الفضائل وصار جوعان، منفيا من فعل الصالحات. زاد شوقه ان يملأ بطنه، ومن الخرنوب يشبع بدنه، من فعل الخطايا خاب ظنه، والعين دي أبي وجد الخيرات. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. صار وفكر وعقله تفطن، وقال بيتي أبي كان لي موطن، وديار الشر صار لي وطن، أخدم فيها وأصنع زلان. شورة أبي لم أسمعها، ومشورة الشرير أقبلها، الخطية حلوة في أولها، وخرتها تعبا مع حصران. سابر أنا في جوع وآلام، وكم لي أبي محسوب خادم، يفضل عنهم خبز الطعام، وأنا هنا في جوع زلت. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم
أصابتني الخطايا والأهوال، وأنا الآن أسرع لأبي في الحال، أمضي وأقول له أقوال، أخطط قدامك وفي سموات، ضلت ونسيت أحكام عدلك، ولا أستحق أن أدعى ابنك، اجعلني مثل أجير عندك. فقام ومضى لأبيه بثبات، طار الخروف من فم الديب، ومن بعد جهالته صار لبيب، والخاطي وجد حظا ونصيب بالرضا والتوبة من زلة. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. طبيب النفس والأجساد احتضنوا وفي حب زاد، لما رجع له بالاستعداد، أنعم علي بكل الخيران، أظهر له فضل وإحسانه حين قابلوا وعظم شأنه، وردوا إلى تك سلطانه، من بعد انعدم كل سلطان، على عبيده قد صح بالصوت، ابني كان أمس مقتول بالموت، قتلوا مني الديب الممقوت، العدو والشيطان بغض الصالحات. قبل الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. على ابني أنا رحم ورؤوف، وأنزل كالمطر على صوف، وأنا باكي له ربوات وألوف، وتأنى لأنقي من الزلان، غايب عني مدة وزمان، كان قد غرب مني الشيطان، واليوم جاني
ندمان، فكيف لا أفرح بغاية الفرحان. فاتح بابي بالبكاء والنوح، فكيف لا أفرح به وأكون مشروع للقاء بابي مفتوح. أقبل وارحم أهل التوبة، طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة حلي عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. فرحي عظيم منصوب عرسي، بابني كان خاطي ورجع لي. يا ملايكة تعالوا وافرحوا معي بخروف الراجع مزلل. قوموا يا كهنة هيئوا الحلة ليلبسها ابني ويتحلى. الصبغة هي الحلة الأولى، وهي أصل رأس كل الخيران. كللوا ابني بإكليل النور، لبسوا خاتم في أصبعه مشهور، ليكون بختم الروح مستور ومحصن دائما من الزلة. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة حلي عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدسه فيهم. ألبسوا خاتم من ذهب أبريز، والروح يعطي عقل وتمييز، حتى يكون متيقظ وفريز، ولا ينام ليعود للزلات. ألبسوا حذاء في الأقدام حتى يكون مستيقظ بقيام، ولا تلسع الحياة بالآلام، بل ينجى من كل الضربات. لبست أنا طبع الخروف حتى أرد العجل المعلوف، وأصير طبع رحم ورؤوف متغير على فعل الحسنات. طوبى للرحمة على المساكين، فن رحمة حلي عليهم
الرجل للذبح ربه بسرعة، معلوف شبعا من المرعى، ذا طبع بني آدم يدعى، عجل معلوف راغب سقطات، موتي أرسم يا رتب الكانون، أنا هو عجل معلوف مزبوط، جيت أرد الخاطي من الموت، وأسقف هرك دمي في الكاسات، ميت ابني واليوم صار حي، كان حايد عني واليوم رجع إليا، والفرح اليوم واجب عليا، ابني عاش من بعد ما وقع ومات، وقال الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برقصه فيهم. نتأمل يا إخوة هذه الأقوال، ولا نداوم على سوء أفعال، بل نتوب لله المتعال، فهو يقبلنا بحسن رجعات، نينا ولما ضليت بصوم والصلاة فإنها قابلات، ثلاث أيام صامت وصليت فصارت مقبولة بعد اللعنات، هو ذا أخاب نظرا إليه بالخطايا قد رفضوا باري، ولم يرجع ويتوب لمنشئي، فأوقع عليه كل البلوى. وقال الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل برقصه فيهم. وفرعون حين جحد توبة استحق النار الملهوبة، وسقطت صارت مكتوبة إلى جيل الأجيال بثبات، وداود لما بكى تايم بالزنا كان عقله غايب، ولما رجعت
حيران. وبطرس لما بكى بدموع من بعد جحود للرب يسوع، بالتوبة قبله وصار مرفوع، وأعطى مفاتيح ملكوت السماوات وبعض الرحمة على المساكين. فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدس في يوم. لا تعدمنا يا رب توبة، انظر لخالق طاق مسلوبة، وفخاخ أعدائنا منصوبة، ولا أحد يخلو من السيئات، ولا تطرحنا من قدام وجهك، ولا تبعد عنا معونتك. أخطأنا في السماوات نحوك، وأنت الغفور صاحب رافات، يا من بصوت أحيانا وأنقذنا من أسر أعدانا، ثبتنا في صدق الأمانة، والهمنا الفضائل مع صالحات، ورتب ملتنا احميهم، وكفت شعبك ابكيهم، النساك والرهبان نجيهم، والشمامس احفظهم من سائر الضربات. وبعد الرحمة على المساكين. فن رحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل قدس في يوم. الصوم الصوم للنفس سبب، طوبى لمن صام عن الزلات، يفرح بمحو سيئات، ويارس ملكوت السموات. صوموا يا شعب الله بخضوع، صوما صاموا الرب يسوع، صوما روحانيا بدموع، وقفوا بخشوع في القداسات، بالصوم والصلاة والرحمة تصيرون أطهارا وأبناء النعم.
يفرح كل أهل الإحسان الذين صاموا وصلوا بإيمان وأعطوا الصدقة لمن كان جوعان، لأن الله عنده كل الخيرات. جاهدوا بأنفسكم في هذا الحين بصوم والصدقة للمساكين والمحبة لكل المخلوقين، كما نص الإنجيل بواضح الآيات. حبوا الأعداء مع الإحسان بالمودة لتصيروا أبناء الإيمان، وابتعدوا عن فعل العصيان، واعترفوا بالذنوب في كل الأوقات. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. خلاص الإنسان من نفسه بمحبته أعداؤه وأبناء جنسه، لينجي أسمر غرسه ويفرح بملكوت السماوات. داوي جرحك قبل أن يتسع، وامضي للكاهن وله اتضع، وهو الطبيب فتندم لتنتفع بدوائه من كل الجراحات. ربنا الإله قال في الإنجيل قولا صادقا ما في تبديل، تعال إلي يا من حمل ثقيل، وأنا أعطيك كل الراحة. وبعد الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل قدسه فيهم. زمانك يا إنسان قد فات وانت نايم شبه الأموات، اسهر كالعذارى الحاكمات، ولا تكن كالخمس الجاهلات. سلسل الدمع على خدودك، وابكي على عدم وجودك، وانظر إلى آبائك وجدودك، فإن
الدنيا كالخيالان، شبهت الدنيا بالأموال، تنقلب في اضطراب وهياج، ومن لها راغب ومحتاج، فتضغيه عن فعل صالح. وبعض الرحمة على المساكين فن رحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم دين، ويحل برقدسه فيهم. صوموا وصلوا بكل عزيمة، وابتعدوا عن كل نميمة، ولا تقربوا كل ذميمة، كما أوصى رب القوات. ضيعت زمانك وأفنيته، كنزك في الدنيا خبيته، ومصباحك لما أقلت زيته، طفي وبقيت في الظلمان، طاوعت هوى النفس الرديئة، حيث أهملت الأعمال المرضية. فانظر إلى الكنعان